أعزائي المتابعين، نقطة أو نقاط جميلة من مباراة منتخب الكويت ضد مصر. لوب جميل من عبد العزيز معيوف على مارك وكيم، متمركز أفضل من فؤاد بهباني. الآن عبد العزيز معيوف يغلب الدفاع إلى هجوم بالتو هاند باك إند. الفولي الممتاز من فؤاد بهباني والتدخل إنهاء النقطة. ينعم ينهيها، لا في رد من مارك وكيم، رد وسويتش. الآن ممكن يؤثر هذا السويتش على معطيات النقطة. سويتش والكرة ما زالت مستمرة. باكن جميل من زغلول، يا سلام خطأ مباشر مثل ما ذكرت. السويتش ممكن أن يؤثر المعطيات هذه النقطة. فؤاد بهباني تدخل بالرزق، شوف لي عادة تدخل بالرزق وممكن أن تنهيها خلاص، لكن الحظ ما خدمك يا فؤاد، ما عليه يا فؤاد بهباني. والإرسال ما زال مع فؤاد بهباني لاعب المنتخب الكويتي البطل. وهنا مارك وكيم على الشاشة، إرسال أول على الباكن، صعود الشبك، تشيكيتا من مارك، إذا لوب من زغلول وكيك سماش، لا يصد ولا لا يرد في هذه الحال، يرد من زغلول بحركة استعراضية. وشوف تفاعل الجمهور معك يا زغلول على هذه الحركة والرد الأروع من زغلول، يا سلام عليك يا زغلول. نبي نشوف لعادة كيك سماش من فؤاد بهباني من جهة اليمين، صعب يا فؤاد، حاولت لكن رد أجمل من زغلول.